وبالعودة إلى معركة رد الطغيان، نستقبل من جديد من ريف حلب الشمالي المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد بري. أرحب بك سيادة العميد. لاحظنا أن تقدم النظام نحو أبو الظهور كان عبر مناطق تحرير الشام، إلا أنها حملت ما أسمتها فصائل أستانة المسؤولية. من الذي يتحمل ذلك وأنت كنت رئيس وفد قوى الثورة إلى أستانة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم الرحمة السلام. للشهداء والشفاء للجرحى والفرج على الأسرى والمختطفين. أولا أختي الكريمة، أن ما حدث في المنطقة هو عبارة عن محاولة روسيا إعادة سيناريو حلب وما حصل في حلب في عام 1916، بالتالي هي تحاول أن تنفذ ضربة قوية جدا وتتقدم مع الميليشيات الشيعية والنظام باتجاه مناطق ريف حما وريف ادلب وادلب اذا استطاعوا. طبعا هذا العمل نحن كما قلنا سابقا نحمل مسؤوليته الاكبر لهيئه تحرير الشام التي بغت على الفصائل ونزعت شوكه معظم الفصائل واستولت على سلاحها، واخر شيء كان حركه احرار الشام وابعدت المقاتلين من الساحات، وبالتالي هي بقيت في المنطقه لوحدها وتمنع اي عمل يقوم الا بالاشراف منها عليه. طبعا عندما بدأ النظام يتقدم سحبت هيئة تحرير الشام من معظم النقاط وأخلى الطريق أمام النظام الذي تقدم من محور الجنوبي شرق حما من منطقة أبو دالي باتجاه الشمال وعلى أم الخلاخيل وأم جرين والمناطق هي حتى وصل إلى سنجار وباتجاه مطار أبو الظهور، وصل على عند أبو الظهور على تل سلمو وتوقف هنا ولم يعد يستطيع التقدم. الجيش الحر رغم انه امكانياته وبعد ما ضغطت عليه هيئه تحرير الشام من سابق وتشتت معظم مقاتلينه وسلب معظم سلاحه وذخيرته، الا انه انتفض من جديد وقام بتشييد غرفتي عمليات. غرفه عمليات رقم واحد كانت اسمها رد الطغيان ومؤلفه من جيش النصر وجيش النخبه وجيش الدبل الحر وفيلق الشام والجيش الثاني. ايضا تماما نعم غرفة سيادة ثانية العميد، لكن ما الذي يمنع هيئة تحرير الشام من المشاركة في العمليات أو مشاركة الثوار في المعارك الأخيرة، المعارك الهادفة أصلا لمنع تقدم قوات النظام في إدلب وحماة؟ بس خلينا نتابع لك الغرفة الثانية وبعدين بنحكي إن شاء الله. تمام. أيضا غرفة ثانية وسموها إن الله على نصرهم القدير بمؤلف من أحرار الشام والزنكي والتركستان وجيش العزة وجيش الأحرار. أثرت فصائل الجيش الحر هذه بقدرتها على التصدي وعلى عودة الجيش الحر إلى شبابه أو إلى يعني زخمه السابق، واستطاعت الحمد لله خلال البارحة تحرير 17 قرية من المناطق التي أخرتها هيئة تحرير الشام إلى النظام. طبعا هيئة تحرير الشام ليس لها أي مبرر، أبدا ليس لها مبرر لما عملته، فقط هي انسحبت من مناطق عند الرهجان والمناطق الشرقية وسلميتها لداعش، أيضا انسحبت أمام النظام وسلموه، وكأننا نرى في المست يعني في نتذكر ما قامت به داعش في المنطقة الشرقية، حررت المحرر من الجيش الحر وسلمته إلى النظام، والآن هي تحرير الشام بنفس الطريقة تنسحب أمام النظام طب وتسلمه بعض إذا المناطق. ما هي طبعا الاحتمالات التي تواجه المنطقة الآن وكيف سيكون المشهد خلال الأيام المقبلة برأيك؟ طبعا الاحتمالات خطيرة، وخاصة الروس يعيدون مع مثل ما ذكرت أنا من شوي يعيدون منظر حادثة سقوط حلب بقصف قوي باستخدام الميليشيات الشيعية مع النظام باستخدام الطيران الصواريخ القوية البعيد مدى ومعظم الأسلحة الفتاكة، لأن المنطقة هون ولله الحمد الجيش الحر متماسك فيها مثل ما شفتم امبارح الأعمال التي قام بها. الناس بدأت حتى كل شخص بيته بدأ يستعد للدفاع عن أرضه حتى الموت. نحن نرجو من الذين يدعون صداقة الشعب السوري أن يكون موقفهم غير هيك، وخاصة الدول العظمى. طبعا نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بالمتفرج وتحاول هي وروسيا صنع
صنع يعني ممكن نقول ديكور او استراتيجيه نعم، بحجه أشكرك الارهاب جزيل بحجه الارهاب. الشكر العميد أحمد بري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معي من ريف حلب الشمالي.